بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله بإذن الله نكمل المحاضرة الرابعة لمادة علم الأنسجة لطلبة السنة الأولى. احنا حكينا في المحاضرة اللي فاتت لما وصلنا في الجزئية بتاع البلاد، حكينا على كيفية إنتاج السيلز، وأن أغلب الخلايا والجزء الرئيسي الذي ينتج الخلايا تنتج غالبا من داخل البون. طبعا احنا قلنا باختلاف انواع السيلز، يعني سواء كانت ار بي سيز او الوايت بلاد سيلز او البلاتليتس، لكل من هذه الخلايا امر ياتي الى النخاع ليستجيب النخاع ويبدا في انتاج النوع المعين المطلوب في داخل الاجسام. طيب المحاضره اللي فاتت احنا حكينا على الار بي سيز، قلنا الار بي سيز لا ينتج النخاع مزيدا من كريات الدم الحمراء الا في حاله واحده، إلا إذا اشتكت الخلايا في أجسامنا من نقص الأكسجين، وهي الحالة المسمى بالهايبوكسي. قلنا في هذه الحالة، أو هي الحالة الوحيدة التي إن حدثت يأتي أمرين لعضوين مهمين داخل الجسم، اللي هم قلنا الليفر والكدني. كل من هذين العضوين يفرزان عاملين، العامل الأول اللي يسموه فيه الرينال إريثروبايتين هرمون فاكتور اللي يفرز من الكلية، والعامل الآخر الذي يفرز من الكبد والذي يسمى بالألفا جلوبولين. هذين العاملين يتحدان في داخل الدم ويكونان الهرمون المعروف بالهرمون الأحمر أو ما يسمى بالإريثروبايتين هرمون. قلنا كلما زادت نسبة هذا الهرمون في الدم، كلما حفز النخاع بشكل أعلى، كلما استجاب النخاع وأنتج مزيدا من الار بي سيز. طيب الآن يجي حد يقول لك لا، أنت تحكي يا دكتور وتقول لنا النخاع ما ينتجش إلا إذا حدث نقص في الأكسجين. طيب في الحالات العادية، الإنسان اللي قاعد زي نحن عادي، أمتى تصير عنده قلة في الأكسجين؟ احنا قلنا أعداد الكريات الحمراء الطبيعي هو ما بين 4 مليون و6 مليون كرية حمراء وليست سيل، زي ما قلنا ديما نأكدوا نقولوا كرية وليست خلية. هذه الكريات موكل إليها أو مكلفة بنقل كمية من الأكسجين يوميا من القلب إلى الرئتين والعودة بثاني أكسيد الكربون إلى ما اختلف عن حال الجسم والعودة بثاني أكسيد الكربون من الأعضاء والخلايا الموجودة في أجسامنا إلى القلب والرئتين للتخلص من الكربون دايكسيد وثاني أكسيد الكربون. طيب الآن قالوا كلما قلت الأعداد، كلما قلت أعداد الآر بي سيز، هذا يساوي أن كمية الأكسجين المحمولة حتقل، وبالتالي حنخش في حاجة يسموا فيها الفسيولوجيكال هايبوكسيا أو النقص الأكسجين الطبيعي الذي ينتج عن موت أو نقص في أعداد الخلايا الذي يحدث بشكل دائم ومتواصل. إذا الآن احنا نتكلم على الفسيولوجيكال هايبوكسيا غير لما نتكلم على الباثولوجيكال هايبوكسيا اللي احنا هتكلمنا عنها الأسبوع اللي فات، واللي احنا قلنا لها علاقة أو صلة بموضوع الإصابات التي تحدث سواء في القلب وفي الرئتين العضوين المسؤولين على تحميل الأكسجين. طيب الآن احنا قلنا انتاج او الار بي سيز او الوايت بلاسترز او البلاتلتس، هذه المكونات الدمويه تحتاجها اجسامنا. ليش؟ احنا قلنا اجسامنا لو شفناها في تركيبتها العامه من اسفل الى اعلى لوجدناها هي عباره عن مجموعه من الخلايا او خليه، مجموعه من الخلايا متراصه ذات شكل واحد وحجم واحد وفانكشن واحده، تشكل جزء اكبر من الخليه وهو المسمى بالتيشوز، مجموعة من الأنسجة المتشابهة تشكل أيضا الأعضاء، هذه الأعضاء في مجملها تشكل ما يعرف بالأنظمة الموجودة في داخل الأجسام. طيب هذه الأنظمة لو جمعناها هي تعني أو تساوي أجسامنا بالكامل. طيب الآن احنا لما جينا نعرفه في أصغر جزء حي موجود في أجسامنا قلنا هو الذي يسمى بالخلية. إذا لإبقاء هذا الجزء حي وبالتالي إبقاء النسيج وبالتالي إبقاء العضو وحتى لا تحدث الإصابات اللي احنا نسمعوا بها، لازم أن نوفر لهذا الجزء الحي 3 main supplies، إمدادات الثلاثة الرئيسية اللي احنا ديما نتكلموا عليها اللي هي الأكسجين سبلاي والفود سبلاي والووتر سبلاي. طيب المسؤول على نقل هذه الأشياء هو المسمى بالآر بي سيز، بالريد بلاد كورباسلز أو كريات الدم الحمراء. ثم الجزء الآخر المهم في هذا الموضوع أن نوفر لهذه المكونات الصغيرة اللي هي تسمى الخلية الحماية من خلال توفير الجيش الذي يدافع عن هذه الخلايا والذي يسمى بالوايت بلاد سيلز أو ما يعرف بخلايا الدم البيضاء. طيب الآن احنا نتكلم عن الجزئية الثانية اللي هي جزئية الوايت بلاد سيلز، واللي احنا لما قسمنا الدم قلنا نقسمه فيه طبقا للمكون الار بي سيز والوايت بلاد سيلز، وبعدين نجي لقصة البلاتلتس. طيب الآن قلنا الاختلاف اللي يحدث أو الحادث أو الموجود ما بين الار بي سيز والوايت بلاد سيلز، أولا قلنا الحمر تسمى كريات ولا تسمى سيلز،
وقلنا ليش السبب؟ قلنا وهي في داخل النخاع لا زالت تحتوي على المكونات الخلوية اللي في الغالب هي عبارة عن سيتوبلازم والنيوكليوس ومجموعة الأرجانيلز. احنا قلنا في الانقسام بتاع الكرية الحمراء كل ما مشينا خطوة في الانقسام كلما صغر حجم الخلية، والسبب هو بداية اختفاء المكونات الخلية من داخل الخلية ويحل محلها المادة الحمراء اللي هي اللي موجودة في داخل الكرية والمسمى بالهيموغلوبين. اوكي طيب، الآن الفارق الأول قلنا هذه تسمى كرية وهذه تسمى خلية البيضاء لأنها تحتوي المكون الخلية متكاملا اللي هو عبارة عن السيتوبلازم والنيوكليوس. الشيء الآخر السايز، قلنا حجم الكرية الحمراء 7.4 مايكرون أي حجم صغير جدا، الوايت بلاد سيلز خلية أكبر منها، وبالتالي الفارق الثاني في هذا الفهم. الفارق الثالث أماكن الإنتاج. احنا قلنا الآر بي سيز مينلي غالبا تنتج من وين؟ تنتج من داخل البون مارو، لا يمكن، لا يوجد أي عضو آخر موجود في أجسامنا ينتج الآر بي سيز، وإنما قلنا إحنا زي ما حكينا المحاضرة اللي فاتت قلنا في مجموعة من الأعضاء تساهم تشارك في عملية إنتاج الآر بي سيز ولكنها لا تنتج، بعكس اللي موجود في الوايت بلاد سيلز. إحنا قلنا مجمل أو معظم الخلايا البيضاء تنتج في النخاع، وبعضا منها يكمل الانقسام النهائي في بعض الغدد والعقد الليمفاوية زي الثايموس اللي الثايموس جلاند اللي هي موجودة في الجزء الأمامي من الصدر وبعض العقد والغدد الليمفاوية الأخرى. طيب الآن النخاع قالوا في الغالب فيه نوعين من النخاع، تكلمنا عليهم المحاضرة اللي فاتت وقلنا فيه النخاع الأكتف أو النشط اللي احنا نسمو فيه اللي هو الميل اللي موجود عند الناس في السن في المرحلة الأدلت، وهو المعروف بالريد بون مارو، وهو الذي ينتج الدم بعد الولاده ويستمر فيها الى ما شاء الله. الجزء الاخر اللي هو اقل الان اكتف فورم اوف بون مارو اللي هو يسمى فيه ليلو بون مارو. طيب الان الانتاج الفارق الثالث او الرابع زي ما قلنا الان فيما بين الكريات الحمر والوايت بلاد سيلز، قلنا الكريات تنتج كلها موستلي من داخل البون مارو. الوايت بلاد سيلز بعض الخلايا قلنا ينتج اغلبها تنتج من النخاع، وبعض منها زي ما مكتوب عندكم اللي هي في الليمفاتيك تيشوز اللي في الليمف نود والسبلين والتونزلز والتايمس اند اذر ليمفاتيك تيشوز، يعني في بعض الغدد والانسجه الاخرى. طيب الان لما نتكلموا على انتاج النخاعي نتكلموا عليه النسيج النخاعي يسموه فيه المايلويد تيشوز. احنا قلنا النخاع زي اي عضو اخر، قلنا في تكوين المجملي عامه وعبارة عن يتكون مجموعة من أنسجة نخاعية، في داخل هذه الأنسجة النخاعية موجودة الخلايا النخاعية أو المعروفة عندنا اللي نعرفها طبيا والتي تسمى الستيم سيلز، وهي أصل كل الخلايا الحية الموجودة في أجسامنا. طيب هذه منين جي منين تنتج؟ تنتج من داخل المايلويد تيشوز واللي هو قلنا عبارة عن شكلين رئيسيين من النخاع اللي قلنا اليلو بون مارو والريد بون مارو. انا مش عارف هل الصوره هذه الخطاط هذا وضع الصبوره او لا، اما انا مش عارف لكن ان شاء الله هو واضح يعني. فنقول اليلو بون مارو هو الشكل الغير نشط للنخاع واللي حنلقوه في ان ذا كافيتيز اوف لونج بون ان ادلتس، حنلقوه في التجاويف اللي موجوده في العظام الطويله في مرحله البالغين، وهو الذي يتكون ليس منها اليلو بون مارو، هو عبارة عن collections of fat cells، عبارة عن تركيبة عالية جدا من الخلايا الدهنية وبعض الخلايا الشبكية اللي يسمى reticular cells and some mesenchymal cells وبعض الخلايا النشأوية الأصلية which may be changed into myeloid cells in certain conditions التي تنتج الخلايا لما يطلب منها. طيب قالوا النخاع الأصفر هو المكان الذي تخزن فيه هذه الخلايا، احنا قلنا الخلايا الدهنية، ولذلك هو يسمى الحاضن أو الصهريج التي تخزن في هذه الخلايا. هذا النخاع الأصفر قالوا هو في مرحلة من المراحل وخاصة في مراحل الأمرجنسي، قلنا لما يحدث بليدينج أو كذا لازم أن يتغير وينقلب يولي أكتف مور أكتف إلى النخاع الأحمر في حالات زي ما نقوله في حالات الاكسسيف ديستراكشنز اوف ار بي سيز، زيادة التكسير في الار بي سيز، أو في مراحل الأكيوت بليدنج أو النزيف الحاد التي يفقد فيها الإنسان كمية عالية من الدماء. طيب نجي للنوع الرئيسي الأصل في الإنتاج اللي هو الريد بون مارو،
وقلنا في مرحلة الفيتس وين نلقوه الريد بون مارو، في مرحلة الأجنة نلقوه في معظم العظام اللي موجودة في داخل أجسامنا معظمها. في الأدلت في البالغين في سن البلوغ عادة نحن نلقوه في الستيرنم اللي هو القص الصدري العظم الذي يربط الأضلع، أم في الفيرتيبرا اللي هي الفقرات، في الريبس اللي هي الأضلع، تايبلز اوف ذا سكال جزئين بتاع السكال اللي هي الجمجمة، الكلافيكال اند ذا بيلفيك بونز العظام الرقبة وعظام الحوض. اوكي، اذا هذه الاماكن الرئيسية اللي موجود فيها مني اللي موجود فيها النخاع الاحمر. طيب الان نجي نتكلموا على المكون الرئيسي الثاني من المكونات الدم واللي احنا قلنا اللي هي الوايت بلاد سيلز. تمام، قلنا الوايت بلاد سيلز هي التي تنتج من وين؟ من المايلويد تيشوز. ردوا بالك في الامتحانات احيانا يحدث نوع من الخربطه في الاسئله او الاخفاء المتعمد في بعض الاسئله وتغيير شكل السؤال يعني، فاحنا نقوله مرات في الغالب نقوله الليكوسايتس او الوايت بلاد سيلز تنتج معظمها تنتج من داخل النخاع، لا هي اغلبها. طيب هذه الخلايا اللي سميناها الوايت بلاد سيلز هي عبارة عن نوعين رئيسيين، قالوا لو جينا لتقسيمتها حسب التركيب according to the structures حنلقوا ان هذه الخلايا في داخل السيتوبلازم بتاعها في مجموعة من الحبوب، هذه الحبوب هي التي اصطلح العلماء على تسميتها lysosomes اللي هي المحللات او المكسرات، ولذلك سموا هذه الخلايا بالجرانيولار. جرانيولار يعني شنو معناها؟ معناها محببة، أي بمعنى أن السيتوبلازم تاع هذه الخلايا يحتوي في داخله على مجموعة من الحبوب، هذه الحبوب هي التي اعتبرها العلماء قلنا التي سماها العلماء اللايزوزومس، واللي هي مسؤولة على تكسير الأجسام الصلبة أو 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 الأجسام الغريبة زي البكتيريا أو كذا. نجول للمجموعة الثانية اللي هي لا تتواجد في داخلها الحبوب بشكل عالي، وإنما إن تواجد فهي بشكل حد أدنى يعني يسموها الإجرانيولار اللي هي الخلايا غير المحببة. أوكي، والأي حرف الأي الذي يسبق الكلمة هو كلمة نافية. أوكي، طيب الآن الحبوب الخلايا المحببة أو التي تحتوي على الحبوب في داخلها قلنا هذه التقسيمة وفقا للstructures of the cell وفقا لتركيبة الخلية، لو حكينا عليها وفقا according to the function of the cells هنقول هذه الخلايا phagocytic cells. ليش سميناها هكذا؟ احنا قلنا كلمة الحبوب أو المحببة أو السيتوبلازم مما يحتوي على حبوب بشكل عالي ليش؟ لأن قلنا هذه الخلايا هذه الحبوب قلنا العلماء عرفت أو عرفها العلماء على أنها لايزوزومس، واللايزوزومات أنتم عارفين شنو معناها، عبارة عن فجوات تحتوي في داخلها على إنزيمز، هذه الإنزيمات هي التي أنتجت في داخل أجسامنا من خلال الشبكة الإندوبلازمية الخشنة ومررت إلى أجسام جولجي اللي غلفها، هذه الانزيمات يسموها البروتوليتيك انزيمز او اللايزوسيتيك انزيمز انزيمات المحلله، الشغل بتاع هذه الانزيمات هو تكسير المواد او الاجسام الغريبه التي تدخل الى اجسامنا او في داخل السيتوبلازم اوف ات سيلز، ولذلك لو سالتكم في الامتحان لو وجود تقسيمة الخلايا البيضاء للجرانيولار وفقا لشنو؟ حنقولوا ان الجرانيولار كانت تقسيمة وفقا للستراكشرز اوف ذا سيلز وفقا لوجود الحبوب في داخل هذه الخلايا في السيتوبلازم بتاعها، وان هذه الحبوب هي عبارة عن لايزوزومات مسؤولة على التحليل او التكسير، ولذلك قلنا لو قسمناها طبقا للوظيفة فحنقولوا هذه الخلايا خلايا فاجوسيتيك سيلز او خلايا مسؤولة على التكسير تكسير الاجسام الصلبة. طيب هذه الخلايا المحببة عبارة عن 3 types ثلاثة أنواع، النوع الأول يسمو فيه نيتروفيل واللي يسمو فيه اعتقادي باللغة العربية يقولوا للمتعادل أظني حاجة زيكي، النوع الثاني اللي هو يسمى الإيوزينوفيل اللي هو النوع الحمضي، والنوع الثالث اللي هو البازوفيل. تمام، إذن الآن الخلايا المحببة تنقسم إلى ثلاثة وتتكون أو تكون 3 types of cells، هذه الخلايا هي التي تسمى النيوتروفيل والإيزينوفيل والبازوفيل. حناخد كل خلية على حدة ونشوف تركيبتها في الداخل والوظيفة التي تؤديها كل خلية على حدة. طيب نجولي كلمة النيوتروفيل، النيوتروفيل
قالوا هذه الخلية هي عبارة عن شكل دائري زيها زي أي خلية أخرى. هذا الشكل الدائري يحتوي في داخله على نواة ذات أفصص متعددة. يقال أن النواة تتكون من حوالي من 2 إلى 5 أفصص فصوص، ولذلك سموها البولي مورفونيوكليار، يعني الخلية التي تحتوي على نواة متعددة الأشكال. ليش الأشكال؟ لأن قلنا فيها أكثر من 5 فصوص، لحوالي من 2 إلى 5 فصوص. طيب هذه خلايا النيوتروفيل تمثل أكثر الخلايا البيضاء أعدادا في داخل الدم، حيث أنها تمثل ما يقارب من 60 إلى 70% من العدد الإجمالي لخلايا الدم البيضاء الموجودة في أجسامنا، والتي تقارب حوالي من 6000 خلية إلى 12000 خلية بيضاء. إذن 60 إلى 70% من هذا العدد هو عبارة عن خلايا النيوتروفيل. طيب النيوكليس الموجودة في داخل السيتوبلازم هي أحادية ولكنها مفصصة، وإحنا قلنا الخلية فيها منفصلين إلى 5 أفصص، تمام؟ طيب هذه الخلايا أو الخلايا البيضاء، قلنا الفارق اللي إحنا نسيته بدري ما ذكرتكم شبيه، هو الفارق الرئيسي الآخر الخامس بين الار بي سيز والوايت بلاد سيلز، إن الكريات الحمراء لا تمتلك خاصية الحركة، وإنما عملية اندفاعها داخل السيركوليشن تتم بحاجتين، بالبلاد بامبينج والسيولة اللي موجودة في الدم، أي أن الدم لو كان أثقل مش حتلف الار بي سيز بسرعه، لو كان شغل القلب اقل في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في البامبنج في الضخ فمش حتلف بهذا الشكل. لذلك قالوا الخلايا البيضاء اعطاها الله سبحانه وتعالى خاصيه الحركه لسبب، لان احنا قلنا الار بي سيز في الغالب كل وجودها اماكن وجودها داخل السيركوليشن. لو لقينا ار بي سيز اوت اوف سيركوليشن معنى ذلك هناك بليدنج، اوكي؟ بعكس الوايت سيلز، الوايت سيلز قالوا تنتج من النخاع، نعم تدفع الى السيركوليشن، نعم، ولكنها في ستيج معين في داخل السيركوليشن تقترب من السطح الداخلي للشريان او الشعيرات وتخرج تنسل خارج الشريان بحركه ان شاء الله بعدين لما نوصل في علم الامراض نتكلم عليها. اذا الخلايا تخرج خارج السيركوليشن لتستقر وين؟ في الانترستيشال سبيسز، في الفراغات ما بين الانسجه، اللي هو المكان الطبيعي لتواجد الوايت بلاد سيلز. اي ان لو خذيت عينه من شخص، خذيت عين الدم من شخص وشفتها تحت الميكروسكوب ولقينا فيها وايت بلاد سيلز، فهي في مرحله عبور من منطقه الانتاج اللي هو البون مارو والذهاب والتواجد في منطقه التواجد اللي احنا نسموها الانترستيشال سبيسز، اوكي؟ اذا الفارق الاخر قلنا هي امتلاكها لخاصيه الحركه التي تمكنها من الاقتراب من السطح الداخلي للشريان والخروج، اوكي؟ طيب الان احنا قلنا في داخل السيتو هي عباره عن نواه واحده، واحنا قلنا فيها 5 افصص من فصين الى 5، ثم وجود الحبوب اللي احنا تكلمنا عليها واللي بناء عليها صنفت هذه الخلايا من ضمن الخلايا الجرانيولار. طيب هذه الحبوب قلنا اعتبرها العلماء هي ما يسمى باللايزوزومز، لايزوزومز، تمام؟ كلمه لايزوزومز احنا عارفينها، قلنا اسمها المحللات او المكسرات، وهي الجزء البروتيني الذي ينتج من الشبكه الاندوبلازميه الخشنه ويمرر الى اجسام جوجي لتغلف ثم يدفع الى السيتوبلازم من جديد. طيب اذا هذه الحبوب هي عباره عن لايزوزومات، هذه الحبوب عباره عن لايزوزومات وهي عباره عن نوعين رئيسيين. النوع الاول يسموه فيه البرايمري اللي هو الاولي برايمري لايزوزومز، والنوع الثاني يسموه فيه السكندري لايزوزومز، اوكي؟ اذا هذه الحبوب اللي موجوده في الداخل هي عباره عن نوعين. ليش احنا قلنا نوعين؟ لان لما شافوا التركيبه اللي موجوده في داخل هذه الحبوب لقوها مختلفه عن بعضها، لا تتشابه. لقوا النوع الاول اللي هو البرايمري يحتوي على مجموعه الانزيمات اللي يسموا فيها زي المثال المايلو بروكسيديز والاسيد فوسفاتيز اند اذر اسيد هيدروليز، هي مجموعه الانزيمات التي تقوم بالفعل الرئيسي وهو تكسير الاجسام الصلبه. غير النوع الثاني اللي تحتوي على مجموعه من الانزيمات ذات خاصيه الالتقاط او الالتصاق زي الكولاجينيز واللاكتوفيرين واللايزوزومين اللي لها شغل خاص بها. طيب الان هذه المجموعه الاولى سموها علميا الازوروفيليك، الازوروفيليك جرانيولز اللي هي الحبوب المحطمه التي تكسر، تمام؟ فقالوا هذه الحبوب أحجامها
كبيرة بعض الشيء ولذلك أعدادها قليلة. قلنا لو سئلت في الامتحان ليش أعداد الأزوروفيليك جرانيولز أعدادها شوية، نقولوا لأن أحجامها كبيرة، بعكس النوع الثاني اللي هو السكندري قالوا أحجامها صغيرة ولذلك أعدادها حنلقوها عالية جدا. قلنا هذه الحبوب سموها المحطمة أو المكسرة أو كما تسموها باهي، والسبب قلنا هو احتوائها على مجموعة الإنزيمات المحللة التي تقوم بتكسير. طيب نجول النوع الثاني اللي هي مجموعة السبيسيفيك جرانيولز اللي هي مجموعة موجودة في النوع الثاني اللي هي السكندري، وهي مجموعة عبارة عن حبوب متخصصة. قلنا هذه الحبوب هي عبارة عن أجسام صغيرة ولذلك حنلقوا أعداد هذه الأجسام كبيرة جدا. طيب قلنا الآن لو سألنا في الامتحان ليش الفارق ليش الاختلاف، فحنقول الاختلاف يعود أو يعزى إلى من؟ يعزى إلى الحجم، أي كلما صغر الحجم كلما زاد العدد، والعكس كلما زاد الحجم كلما يقل عندنا العدد. قلنا هذه الحبوب المتخصصة تحتوي على بعض الإنزيمات المتخصصة التي تفرزها الخلية على من؟ على الجسم الغريب أو البكتيريا، ليسهل التقاطها بواسطة الخلية، لذلك يسموا فيها الجاذبات البكتيرية أو ما يسمى بالبكتيريو ستاتيك. تمام؟ إذن هي اللي موجودة في وين؟ في الحبوب بتاع النوع الثاني من اللايزوزومات اللي موجودة في داخل السيلز. طيب أعمار الخلايا النيوتروفيل هي عبارة عن ساعات من 8 to 10 hours، ولهذا السبب في العمر بتاعها قصير فيه حكمة إلهية. قالوا كلما ماتت أعداد هذه الخلايا كلما زاد الموت في أعداد هذه الخلايا النيوتروفيل، قالوا كلما تحولت هذه الخلية وهي حية تسمى النيوتروفيل، عندما تموت نسموا فيها الباس سيلز. كلمة باس سيلز الخلايا الصديدية، يعني معنى ذلك أنها تحتوي في داخلها على الصديد أو نوع معين من السموم يسموا فيه ليكوتاكسين. هذه المادة السمية البيضاء، قالوا كلما ارتفعت نسبتها في الدم كلما اعطانا مؤشر لشيئين، ان الالتهاب اكثر حديه وان التحفيز النخاعي يكون بشكل عالي، وبذلك حيستجيب النخاع ويبدا ينتج في 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 مزيدا من النيوتروفيلز، لان هذه الخليه قلنا هي اول اكثر الخلايا البيضاء اكثر الخلايا البيضاء اعدادا، اولها وصولا لمنطقه الالتهاب، اكثرها امتلاكا لخاصيه الفاجوسيتك، ولذلك علميا يسموها الفيرست لاين اوف ديفنس او خط الدفاع الامامي الاول. ولذلك الان لو نجي نتكلم على الفانكشن اوف النيوتروفيلز حنقولوا هي احد الخلايا الفاجوسيتك الابتلاعيه المهمه والتي تقوم بابتلاع الاجسام الغريبه او البكتيريا او الفيروس او حتى الفود اللي احنا ناكله فيه، موجوده وين؟ خارج الدوره الدمويه في البلاد فيزلز. طيب هذه الخلايا هي التي تفرز الانزيمات المحلله، هذه الخلايا تحتوي وتقوم بافراز ماده يسموها ترايفين تراي فين، هذه الماده تساعد في التئام الجروح يسموها هيلينج اوف ووندز. طيب هذه الخلايا النيوتروفيل قالوا هي التي تساعد او تحفز النخاع على انتاج مزيدا من الخلايا البيض. طيب في حالات الاكيوت انفكشن او ما يسمى بالحمى في الفيفر كونديشن النيوتروفيل قلنا يزداد، تزداد عدد الموت فيها للخلايا الباسنز، تزداد نسبة الليكوتاكسين، يزداد نسبة التحفيز النخاع، يزداد نسبة إنتاج النخاع. ولذلك لما نتكلموا عن الليكوسايتوزس نتكلموا على زيادة عدد خلايا الدم البيضاء، قالوا المؤشر الرئيسي في المعمل للفنيين اللي موجودين في المعامل هو اللي حيلاحظوه، حيلاحظوا الزيادة الواضحة في خلايا النيوتروفيل، والسبب لو سئلتوا عنها في الامتحان لأن هي أكثر نسبة، أكثر الخلايا البيضاء نسبة عددا اللي موجود في داخل الدم، قلنا حيث أنها تمثل حوالي من 60-70% من العدد الإجمالي لخلايا الدم البيضاء. المحاضرة الجاية حنكملوا الشرح إن شاء الله. طيب نجول اليوم نجول الآن، إحنا حكينا بدري في المحاضرة اللي فاتت على الجزئية الوايت سيلز، وقلنا الوايت سيلز هم الاختلاف فيما بينه وبين الار بي سيز
ان الار بي سيز في الغالب كلها تنتج من البون مارو، باستثناء الوحيد في الخلايا البيضاء ان قلنا في اغلبها ينتج من النخاع، وبعض منها ينتج من العقد والغدد الليمفاويه. وبعدين جينا في تقسيمه الوايت بلاد سيلز، وان هي تقسيمه جرانيولار، وحكينا على مجموعه الجرانيولار. اول خليه كانت خلايا النيوتروفيل، الان نجي للخليه الثانيه اللي هي الايزينوفيل. احنا قلنا بدري في خلايا النيوتروفيل العمر الافتراضي بتاعها قصير، حوالي من 8 تو 10 اورز، يعني من 8 الى 10 ساعات. الاختلاف فيما بينها وبين خلايا الايزينوفيل ان هذه عمرها الافتراضي اطول، هي حوالي من 8 الى 12 يوما. اما الخلايا تشبه الى حد كبير خلايا النيوتروفيل، الفارق ان النواه في خلايا النيوتروفيل هي عباره عن نواه واحده ولكنها مكونه من فصين الى 5 افصص. الفرق هنا في خلايا النيوتروفيل انها فعلا حتى هي نواه واحده، ولكن الفصوص عدد اقل من 2 الى 3 فصوص، بالاضافه الى ان السيتوبلازم في الخليه الاولى كان هو سيتوبلازم بلو كلر، يعني ديب بازوفيليك، واحنا قلنا هذا السبب في اللون هو احتواء السيتوبلازم على نسبه عاليه من البروتين. طيب الاختلاف الثالث في الفانكشن في خلايا النيوتروفيل، قلنا هي الخلايا الاولى التي تصل الى منطقه الالتهاب، وهي الخلايا التي تمتلك اكثر خاصيه من خصائص الفاجوسيتيك، وهي الخليه الاكثر اعدادا، لذلك قلنا العلماء اطلقوا عليها اسم او صفه ذا فيرست لاين اوف ديفنس، ياتي في المقام الثاني او اللي تاتي بعدها مباشره خلايا الايزينوفيل، سواء في العدد او في النسبه المئويه التي تكونها او في عدد الايام او في فتره الحياه. الاختلاف الان يختلف على السيتوبلازم، هذه الخليه السيتوبلازم بتاعها لا يحتوي على نسبه عاليه من البروتين، ولذلك لو صبغت بالصبغات القاعديه تعطينا ديب ريد كلر او ريد ستينينج، اي ما يعني ان نسبه الار ان اي فيها اقل من اللي موجوده في وين. طيب الحاجه الاخرى، احنا قلنا خلايا النيوتروفيل هي مسؤوله على الزياده او مكافحه الالتهابات الحاده اللي هي الالرجيك، اسف الاكيوت انفكشنز او في حالات الحمى. الاختلاف فيما بينها وبين الايزينوفيل ان هذه تزداد اعدادها وين؟ في حالات الهايبر سنسيتيفيتي او حالات الالرجيك اللي نعرفوها للامراض التي لها علاقه بالحساسيه او يقولها الامراض الطفيليه، تمام؟ طيب نسبتها المئويه تختلف ايضا عن الخلايا النيوتروفيل، هذه نسبتها كانت بين 60 حوالي الى 70%، هذه نسبتها المئويه اقل حوالي من 1 الى 4% من العدد الاجمالي لخلايا الدم البيضاء. شكل النواه في الخليه الاولى قلنا في الخلايا النيوتروفيل هي خلايا احاديه، نواه احاديه تحتوي من فصين الى 5 افصص، هذه الخليه النواة أصغر هي نواة أحادية أيضا ولكنها تحتوي من فصين إلى 3 أفصص. وهذه الخلايا النواة تشبه إلى حد كبير حرف اليو في اللغة الإنجليزية أو ما يعرف بحذوة الفرس اللي نسمو فيها الهورس شو شيبد نيوكليوس، النواة ذات شكل حذوة الفرس. طيب هذه النواة هذه الخلية تحتوي في داخلها على إنزيمين الهستامين والسلفيت، وإحنا قلنا في حالات الالتهاب محتاجين دائما إلى إنتاج أكبر عدد من الخلايا حتى تدفع في السيركوليشن بأسرع وقت لإمكانية إيصالها إلى منطقة الالتهاب اللي هي السايت أوف إنجوري بأسرع وقت. هذا الأمر يحتاج منا إلى حاجتين رئيسيتين، الأولى التحفيز العالي للنخاع، والثانية اللي هو الاتساع اللي يحدث في وين؟ في الـ في الـ في الـ في الارتري والكابيلاريز حتى يمكن ان يستوعب هذا العدد الهائل من الخلايا. قلنا الذي يساعد على احداث الدايليتيشن او الاتساع في هذه في الارتري والكابيلاريز ماده سميناها ماده الهستامين، والتي تسمى علميا بالفازو دايلاتري سبستانس، المواد الموسعه للانزيمات. الاقل الموسع قلنا للارتري او للكابيلاريز، تمام؟ الان في الـ في الـ في الانزيم انزيم الهستامين يعمل عكس الماده، الماده توسع، هذا الانزيم يساعد على تكسير هذه الماده الموسعه لكي يحدث ارجاع الحجم الطبيعي للارتري ولا للكابيلاري للحجم الاصلي، ولذلك يسمى فيه الفازو كونستراكترز، ولذلك حتلقوا مكتوب فيه الهستامين انزيمز الوظيفه الرئيسيه بتاعته تو ديستروي هيستامين سبستنس، والسلفيت انزيم نفس الفكره تو ديستروي سلفيت سبستنس. نجوا للفانكشن اوف ايزينوفيل، احنا قلنا هذه الخليه هي الخليه المسؤوله التي تزداد في حالات الالرجيك كونديشن،
أي بمعنى كلما كان هناك حالة في الهايبر سنسيتيفيتي، كلما لقينا لو أخذنا عينة من هذا الشخص وشافوها في المعمل لو وجدنا أعداد هذه الخلايا ترتفع بشكل عالي. ثم الوظيفة الأخرى قلنا هي الخلية التي تعمل على نقل إنزيمي الهستامين والسلفيت لتكسير مادتي الهستامين والسلفيت. الإيزينوفيل أيضا لها خاصية الفاغوسيتس، حيث أنها أحد الخلايا المحببة، وكلمة محببة تعني احتواء السيتوبلازم تاعها على حبوب. هذه الحبوب قلنا هي التي اعتبرها العلماء لايزوزومز. نجولي آخر خلية في الخلايا المحببة في المجموعة الأولى هي خلايا البازوفيل، وأقل هذه الخلايا أعدادا حيث أن نسبتها تمثل من نصف إلى 1% من العدد الإجمالي لخلايا الدم البيضاء. هذه الخلية نادرا ما ترى في الدورة الدموية، وهذا هذه الفقرة خذوا بالكم منها، لأن إذا سئلت عن هذا الموضوع في الامتحان فمعنى ذلك ستكون الإجابة أن أعدادها ضئيلة جدا، ولذلك rarely seen in circulation، يعني occasionally نلقاها نادرا ما ترى في الدورة الدموية. السيتوبلازم تاعها بلو، يعني يحتوي على كمية RNA عالية. قلنا هذه الخلية وهي داخل الدورة الدموية تسمى البازوفيل. As soon as بمجرد وصولها إلى الانترستيشيال سبيس أو للأنسجة، هذه الخلية تسمى الماست سيلز. طيب اللايف سبان بتاعها عمرها الافتراضي من 10 إلى 15 يوم، وهي مسؤولة على نقل بعض الجلوبيلينز زي الاي جي اي أو غيرها. طيب فانكشن أوف بازوفيل، الوظيفة الرئيسية بتاعها قلنا هي إنتاج وحمل مادتي الهستامين والهيبارين. طبعا عارفين الهستامين قلنا شدير المادة، والهيبارين هي المادة الأنتي كوأجولانت، هي المادة التي تساعد على المحافظة على سيولة الدم حتى لا تحدث الجلطات ويتوقف سيركوليشن أوف بلد. هذه الخلية لأن هي في المجموعة الأولى مجموعة الفاغوسيتك، فهي مسؤولة أيضا على عملية الفاغوسيتك أو إحداث عملية البلعام. نجو للمجموعة الثانية اللي احنا بكري تكلمنا عنها، احنا قلنا المجموعة الجرانيولار، الثانية اللي هي مجموعة الاي جرانيولار، المجموعة غير المحببة، وهي نوعان: خلايا الأحادية الخلية النواة اللي هي المونوسايت، والخلية الثانية اللي احنا سميناها الليمفوسايتس، الخلايا الليمفوية. تمام؟ طيب احنا قلنا بدري لما حكينا في الانتاج الوايت بلاد سيلز، قلنا هذه الخلايا موستلي غالبا تنتج في النخاع، بعضا منها ينتج في بعض الغدد والعقد الليمفاوية اللي موجودة في أجسامنا، زي الثايموس اللي هي الغدة الثايموسية، وزي بعض الأنسجة الليمفاوية. طيب أحد أشهر هذه الخلايا على الإطلاق هي خلايا المونوسايت. ليش سميت مونوسايت؟ لأن قلنا هي عبارة عن خلية أحادية تحتوي على نواة كبيرة جدا تغطي معظم حجم الخلية اللي موجود في الداخل، وهذه الخلية هي أكبر الخلايا البيضاء اللي موجودة في داخل الأجسام. طيب السيتوبلازم تاعها كميتها هنا وافرة، لو صبغت يعني هو يحتوي على كمية بروتين عالية، لذلك لو صبغ حيعطينا لون بلو كولر، يعني معنى ذلك انه باسوفيليك ستينينج. حنلقوا في الحبوب اللي احنا نتكلم عليها دائما اللي هي الحبوب اللي بدري يتكلم عليها اللي هي اللايزوزومس، في منها بعض جزء منها موجود في هذه الخلية. نسبتها المئوية من العدد الإجمالي لخلايا الدم البيضاء حوالي من 3 إلى 8%. طيب ولذلك قالوا السيتوبلازم قد ترى فيه أو قد يكون غني ببعض الإنزيمات المحللة زي الأسيد فوسفاتيز وبعض الإنزيمات المحللة الأخرى اللي بكري تكلمنا عليها. طيب قلنا هذه الخلية تتواجد في الفراغات ما بين الأنسجة، والذي يوصلها إلى هذا المكان قلنا هي خاصية الحركة التي تشبه الأقدام الكاذبة التي توصلها لهذا المكان. عمر الافتراضي حوالي 3 days in blood stream، وهذا الموضوع very important. ليش؟ لأن قلنا نتكلم على خلية لو وصل